اهلا وسهلا، حوريكم دحين كيف ممكن نعمل كاسات شوكولاته مع زبده فول سوداني مره سهله. عشان نحضر اكواب زبده الفول السوداني والشوكولاته حنحتاج نص كوب زبده فول سوداني، واحد كوب شوكولاته دايبه. حنرص صينيه الكب كيك بالزيت، وبعدين حنعمل اول طبقه باننا نحط واحده ملعقه اكل من الشوكولاته، حنحط فوقها ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني، وبعدين حنرجع نعمل آخر طبقة عبارة عن شوكولاتة. حنتأكد إنه البينت باتر أو زبدة الفول السوداني اتغطت تماماً، وبعدين حنحطها في الفريزر. حنسيبها إلين تجمد تماماً، بعدين حنقلب الصينية ونرص أكواب زبدة الفول السوداني والشوكولاتة في الطبق ونقدمها.